في بداية حلقتنا خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس وتاخدنا في جولة مرورية في عدد من الشوارع في طبعا مدن ومحافظات الجمهورية. صباح الخير عليك دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل يا دينا. الجو لسه حر. شكرا جزيلا. أنا كنت واقف مكانك امبارح وسألت الدكتورة منار وقالت لي إن احنا لسه مكملين لآخر الشهر. وشفت الرطوبة العالية النهاردة الصبح؟ حسيتها؟ حاجة و80 تقريبا. يعني النهاردة واحنا جايين الفجر لا ما كانش فيه نفس خالص، فعلا الرطوبة مرتفعة قوي، بس هانت يعني أغسطس قرب ينتهي على خير إن شاء الله بإذن الله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا كده في البداية نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما هنوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية، لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي برضو الكثافات دي بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الاستاد. لو هنروح للعتبة فيها سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن طبعا من المتوقع أنه بيشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. شارع رمسيس كمان في اتجاه التحرير. الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، والكثافات دي بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا لمحطة مترو جمال عبد الناصر والإسعاف. ومن محافظة القاهرة نروح لمحافظة الجيزة وتحديدا من شارع الهرم ومن بداية شارع المستشفى، في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة. ولو طلعنا الكوبري الروضة هنلاقيك برضو في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف بقى كمان شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كمان في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية من شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. بالنسبة لمحور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة، لو انت متجه من اكتوبر الى منطقة المهندسين ممكن ان انت تاخد محور 26 يوليو البديل مفيش فيه اي كثافات وهيوصلك لميدان سفنكس. اما لو جاي من اكتوبر ورايح طريق فيصل والهرم بيفضل محور المهندس شريف اسماعيل، فيه سيولة مرورية كبيرة وهيوصلك في دقائق. ونروح للإسماعيلية وهنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع الطيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا وواصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية. وفي كثافات نسبية كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نطمن من حضراتكم كمان حالة الطقس النهاردة. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن بيشهد اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 35 وأقل درجة حرارة في مطروح 32، وكمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها بتوصل 42 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.